برلمانيا، انتهت لجنة الداخلية والدفاع من وضع أولوياتها لدور الانعقاد الحالي والتي في مقدمتها قضية التجنيس، كما قدمت اللجنة دعوة لوزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للبدون لبحث القضية. يأتي ذلك فيما اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئيس جهاز المراقبين الماليين لبحث آلية عمل الجهاز، فيما أكدت اللجنة أن قرار الجهاز حول الميزانيات سيكون أحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية في المستقبل. عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا مع رئيس جهاز المراقبين الماليين عبد العزيز دخيل لمتابعة دور الجهاز تنفيذا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي. وقال رئيس اللجنة أن الجهاز استعرض خطواته التنفيذية الخاصة بتطبيق قانونه، مؤكدا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. كما كشف عن تقديم اللجنة لمذكرة بأسماء بعض الموظفين ممن كانوا يرفضون فكرة إنشاء الجهاز. اليوم بعض من تولوا مسؤوليات هم اللي كانوا يحاولون إعاقة هذا الجهاز، وبالمناسبة اليوم قدمنا أيضا مذكرة للأخ الفاضل رئيس الجهاز الأخ عبد العزيز الدخيل، راوينا مذكرة كانت مقدمة من قبل بعض العاملين في الجهاز يشككون في القانون ويعترضون على القانون، بل ويشككون في أعضاء مجلس الأمة بما فيهم رئيس وأعضاء لجنة الميزانية. رئيس اللجنة أكد أيضا ضرورة وجود آليات عمل واضحة للجهاز للمرحلة المقبلة، معتبرا أن القانون لم يأتي بنظام رقابي جديد، مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ نتائج تقارير الجهاز حول الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كأحد المؤشرات للموافقة من عدمها على أي ميزانية حكومية مستقبلا. هذا الجهاز ليس جهاز جديد، وإنما هو جهاز موجود ونظام موجود، فقط يحتاج إلى تفعيل. فعلنا عن طريق القانون الجديد، وأعطينا استقلالية يحتاجها هذا الجهاز، أعطينا استقلالية يحتاجها هذا الجهاز. واليوم أيضا أكدنا مع في اجتماعنا مع الأخ رئيس الجهاز أن أي متطلبات تشريعية ترسخ هذه الاستقلالية أو تمنع أي عقبة إذا عمل، إحنا مستعدين أيضا أن نقدم هذا التغيير في القانون. من جهة أخرى، أدرجت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وكان من أهمها قوانين التجنيس وضباط الصف الجامعين في وزارة الدفاع، إضافة إلى إلحاق مناطق جديدة للدوائر الانتخابية. وكشف رئيس اللجنة عن دعوتهم لوزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للبدون لبحث تقرير الجهاز النهائي وخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها. ستقوم بدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك من أجل إيجاد حل لهذا الملف ومناقشة السيد صالح الفضالة بالتقرير الذي أعده.